على كان ملفت يعني هيدي اللقاءات اللي عم نشوفها، الزيارات اللي عم بتصير ل يعني لمسؤول من هي مسؤول حكومي يعني مسؤول صحيح. امريكي. اول شيء خلينا نقول انه هيدي لا ما بيتم وضعها باطار الزيارات الرسميه، وانما هي بدعوه من حضرتك بما تمثل يعني في ميشيغان وبما تمثل مع الجاليه اللبنانيه والعربيه هوني. شو الهدف الحقيقي من هذه الزيارة؟ وحيانا بنطرح سؤال أنه ليش اخترت هذه الشخصية تحديدا؟ يعني في كتير حكام ولايات وفي كونغرسمان عم بيروحوا ويجوا، لماذا اخترت سيد وارن إيفانز؟ وشو الهدف الحقيقي من هذه الزيارة؟ أولا ليش لحتى منا زيارة رسمية؟ لأنه بالزيارات الرسمية بتأيد المسؤول الأمريكي بطبعا سياسة الدولة الأمريكية. نحن بدناها تكون زيارة خاصة. من الزيارة الخاصة طلينا على المسؤولين، زيارة متحررة يعني. متحررة. نحن بدنا يجي، طبعا بدنا نلتقي بالمسؤولين، بده يحكي مع المسؤولين، بس منه ملتزم بقرارات الولايات المتحدة الأمريكية وسياستها تجاه لبنان. هذه ليش حتى هن زيارة خاصة. والزيارة الرسمية طبعا بيكون فيها كتير قيود على قصة انه مين بده يهتم بال يعني بوجوده هون، بالمبالغ بدها تندفع او شيء. لذلك زيارة خاصة الارب امريكان نيوز اللي هي صدى الوطن هي متكفلة فيها يعني من خلال كل هلا بالنسبة ليش لحتى هذا الشخص بحد ذاته هذا المحافظ ما غيره. طبعا احنا بدأنا اليوم هذه أول زيارة لمسؤول بولاية ميشيغان، ولكن هناك زيارات قادمة، ومنها أنا فيني أعلنها هلأ بأنه عم نحضر لمسؤول اللي هي حاكمة ولاية ميشيغان اللي هي مطروحة اليوم سرا وبالكواليس لرئاسة أمريكا. رح نجيب الحاكمة إلى بيروت في بابريل. جراتشن ويتمر جاي لي بنيسان 2024. بنيسان 2024 عم نحاول نظبط المواعيد يعني وطبعا بين هيدي الزياره والزياره المرتقبه لحاكمه ولايه ميشيغان هنالك زيارات اخرى وما بعدها زيارات اخرى نحن عم نرتبها لاعضاء مجلس الشيوخ ولاعضاء مجلس النواب بالولايه وخارج الولايه. خدني على الهدف يلي خليتكم تقوموا بهذه الزياره ويلي على اساسه ستقوم الزيارات المقبله ايضا. شو بتكون تقولوا؟ شو الرسائل اللي بتكون توصلوها في الداخل والخارج من عبر هذه الزياره؟ اولا ليش لحتى هذا الشخص بالتحديد؟ لانه هذا الشخص اعطى للجاليه اللبنانيه وللعربيه بمقاطعة وين وولاية ميشيغان وظائف كتير مهمة، وعطاهم الفرص اللي ممكن انه ما تنعطى بأماكن اخرى. هذا الانسان حليف للجالية اللبنانية والجالية العربية والمجتمع العربي الامريكي، وداعم قوي لقضايانا ومدافع عن حقوقنا المدنية والسياسية بولاية ميشيغان. هذا زلمة عمره 50 سنة في السياسة، عمره تقريبا 74 سنة من العمر يعني، و55 سنة بالعمل السياسي والأمني حتى يعني. لذلك نحن عم نشوف أمنيين هون، لأنه هو كمان وضعه يعني تاريخه بالعمل العام هو أمني وسياسي. نحن بدنا إياه يجي هو يشوف بعيونه لبنان، يسمع من المسؤولين اللبنانيين ويسمع من المواطن اللبناني ويشوف كيف لبنان. نحن بدأنا رحنا على مغارة جعيتا، رح ناخده على مراكز أخرى، عم تقولوا جولات سياحية، رح نعمل يعني جولات سياحية بدأنا فيها من ابتداء من اليوم والنهار الخميس، وبدنا نفرجيه أنه هذا لبنان. لأنه نحن بدناش المسؤول الأمريكي، ما بدنا المسؤولين الأمريكيين يشوفوا لبنان من عيون إسرائيلية ويسمعوا عن لبنان من تم الإسرائيلي أو الداعم لإسرائيل في أمريكا. نحن بدنا إياهم يجوا على الأرض هون يشوفوا الحقيقة، أو يسمعوا عن لبنان من الفسيدين وكتبة التقارير. صحيح. من هون هي كمان. وعلى فكرة يعني نحن أنا ماني يعني غايب عن الوعي السياسي
يعني قديش قوة أمريكا في العالم، لأنه أنا شايفة وداخل فيها 39 سنة. أنا بعتقد بأنه اللبنانيين اليوم والعرب بشكل عام بالولايات المتحدة الأمريكية عندهم من القوة المالية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والعلاقات السياسية بأنه يبدأوا بعمل يغيروا نظرة الأمريكي إلى العالم العربي وبالتحديد إلى اللبناني. نحن هون من في هون نظرة من هون بدأنا في... نحن في هذه الرحلة اللي من بعد عمل 25 سنة في العمل السياسي و39 سنة في العمل الإعلامي قلنا لابد منه، لأنه أنا بدأت قلت أنه نحن منروح من لبنان بس من ناخذ معنا لبنان، ما منترك لبنان وكل العالم العربي معنا. أنا جريدتي اسمها صدى الوطن، جريدة العرب في أمريكا الشمالية. صدى الوطن العربي، العربي وليس طبعاً فقط الوطن اللبناني. صح صح. طيب خليني لأنه بعد في بارت من السؤال ما جاوبتني عليه، يلي هو شو الهدف من هذه الزيارات؟ شو الرسائل اللي بدكم توصلوها اليوم؟ اوكي كثير مهم يجي ويتفرج ويسمع من اللبنانيين ويشوف شو فيه ويزور البلد، تعملوا له جولات سياحيه وياكل تبوله وكبه ويتعرف على اكلنا كله على بعضه، ولكن شو الرساله؟ شو الرسائل اللي بدكم توصلوها؟ لانه اظن انه الرسائل متعدده الاتجاهات. صحيح. شو اللي بدكم تقولوه من خلال هذه الزياره؟ اولا بالنسبه للكبه وللتبوله عندنا اياها بامريكا يعني موجوده بس مش نفس النكهه. طبعا طبعا اطيب هون. ايه اطيب طبعا. ايه ولكن لا، الرسالة اللي نحن بدنا نوجهها أنه نحن بدنا الأمريكي المسؤول الأمريكي يجي يشوف بعيونه بالمجرد عن السياسة الخارجية الأمريكية اللي هي فعلا سياسة جائرة بحق اللبنانيين وبحق العرب بشكل عام. وأمريكا في سياستها الخارجية ما بتشوف إلا بعيون إسرائيلية ولا بتسمع إلا بأصوات إسرائيلية في أمريكا وفي العالم. لذلك نحن بدنا نبلش أنه نجيب المسؤولين، مش نحن نحكي بس عن قضايانا، بدنا كمان أمريكان منهم عرب ومنهم لبنانيين من أصول أفريقية لاتينية أو أوروبية يحكوا عن قضايانا ويدعمونا بمواقفنا. اليوم هذا وارن أيفنز اللي إجا اليوم بلبنان، إذا بتسألي اللي هو من أصول أفريقية، صحيح، إذا بتسألي عن لبنان قبل مجيئه إلى لبنان وبعد وصوله إلى لبنان وزياراته حتى اليوم، بقول لك إنه أنا متفاجئ ومبهور باللي شفته بلبنان. فلذلك نحن هذا سبب من أسباب هذا الوفد، ونتيجة اللي بده يصير إنه حيروح على أمريكا حيحكي اللي هو شافه بلبنان. هلا في كونغرس بيبول عم يجوا لهون، صحيح، اعضاء مجلس نواب، اعضاء مجلس شيوخ، ولكن بيجوا بدعوات رسميه، بيوصلوا بيحكوا مع مسؤول رسمي بيحملوا حالهم بفلوا. بس هودي اللي بيجوا لهون عندهم براسهم يعني بخلفيتهم السياسيه هي السياسه الخارجيه الامريكيه، صحيح، واهدافها. بعدين نحن في نظره